السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا دايما بخير. أسعار الدولار والعملات في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء ليوم الاثنين 9/10/2023 من قناتي أنا وحياتي فضلا وليس أمر. أتمنى دعمكم باشتراك ولايك. نستعرض حاليا أسعار الدولار والعملات وسعر الدولار في السوق السوداء بإذن الله تعالى من قناتي أنا وحياتي. سجل اليورو شراء 32.41 جنيه، جنيه استرليني شراء 37.41 جنيه، دينار كويتي شراء 99.73 جنيه، درهم إماراتي شراء 8.39 جنيه، سجل الريال السعودي شراء 8.22 جنيه، دولار أمريكي شراء في البنوك 30.84 جنيه. سعر الدولار في السوق السوداء كما ذكرت مواقع التواصل الاجتماعي، الشراء سجل 39.87 جنيه، والبيع سجل 40.62 جنيه. بشكر حضراتكم جدا، دايما وجودكم في قناتي أنا وحياتي شرف كبير ليا، ربنا يسعد لكم جميعا. وفي الختام دائما أسأل الله لكم الخير كل عاجل هو عاجل رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في أمان الله يا رب ورعايته.